مرحبا يا أصحابي، بدي رحب فيكن بحصتنا لليوم من برنامج مدرستي. هيدي حصة الرياضيات أو علم الحساب. أنا شمس بعلمكن هيدي المادة، واليوم كمان رح يكون في عنا تمارين كتير مهمة مفيدة. بدي اياكن تحضروا حالكن كتير منيح، تفتحوا عيونكن ودينيكن وتنتبهوا على كل شي رح نحكيه ورح نعمله سوا، وخاصة بدي اياكن تجيبوا دفتركن والقلم وتكتبوا كل الاشياء يلي رح نكتبها سوا على اللوح. خلينا بالبداية سوا نسمع لأغنية الأرقام، من بعد ما نسمع هالأغنية ونغني معها بصوت عالي منباشر بدرسنا لليوم. أحد عشر، اثنا عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون. في مزرعة جدي أشجار كثيرة، رأيت فيها ثمار صغيرة وكبيرة، ورحت أعدها، هيا هيا نعدها. أحد عشر تفاح، اثنا عشر أناناس، ثلاثة عشر برتقال، أربعة عشر دراق، خمسة عشر مشمش، ستة عشر رمان، سبعة عشر كرز، ثمانية عشر إيجاز، تسعة عشر وعشرون. رأيت شجر الليمون. Eleven, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. In my grandfather's farm, I saw a lot of trees that have many fruits. Let us count them, please. Come, let's count them all. All the fruits, big and small. 11 apples, 12 pineapples, 13 oranges, 14 peaches, 15 apricots, 16 pomegranates, 17 cherries, 18 pears, 19 and 20. The fruits were plenty. وهلأ خلينا نباشر بدرسنا لليوم. اليوم رح نرجع نتذكر مع بعض الأرقام الأكبر يلي التمساح بحب يأكلها. تتذكروا صديقنا التمساح يلي بحب يأكل الأرقام الكبيرة وما بحب بيبرم ظهره للأرقام الصغيرة؟ تذكروا تمه بيفتح تمه صوب الرقم الكبير حتى يأكله، وبيبرم ظهره صوب الرقم الصغير لأنه ما بيحب يأكله أبداً. وبما أنه لازم نعرف أي رقم هو كبير وأي رقم هو صغير، رح لازم يعني نطلع على مستقيم الأعداد يلي هو عنا على اللوح هون، الخط يلي عليه كل الأرقام يلي من خلاله لما نعمل عد تصاعدي بنقدر نعرف أنه الرقم بيكون عم يكبر، وبالتالي الرقم يلي بيصير أكبر بحب يأكله هيدا التمساح صديقنا. رح أعطيكن بعض الأمثلة على اللوح، ورح أكتب الأرقام هون باللغة الإنجليزية، وبدي إياكن أنتو تساعدوني وتساعدوا التمساح ليعرف أي رقم لازم يأكل. رح أكتب بالبداية 2, 6, 7, 3, 1, 10, 12, 5, 19. بعدين رح اكتب 10, 18, 16. وهلا رح نشوف أي هو الرقم الأكبر يلي التمساح بده يأكله.
أول شيء رح نبدأ من هون 2, 6, و7. رح نبدأ بأول رقمين 2 و 6. أي هو الرقم الأكبر؟ خلينا نطلع على مستقيم الأعداد 2، نطلع بالعد التصاعدي 6، يعني 6 هي الأكبر. فإذا التمساح لازم يفتح تمه وياكل نمبر 6 وبيبرم ظهره لنمبر 2 لأنه نمبر 2 هو أصغر. نمبر 6 ونمبر 7 أي هي أصغر وأي هي أكبر؟ نمبر 6 أكبر أو نمبر 7؟ لنشوف كمان التمساح أي رقم لازم ياكل، 6 أو 7؟ طلعوا منيح، 6 7، يعني 7 هي أكبر من 6. كمان مرة التمساح رح ياكل نمبر 7 ورح يكون تمه مفتوح بهيدا الاتجاه. وهون بدي أذكركن بهيدا العلامة يلي هي بتشبه تمه للتمساح، يلي هي بتخلينا نعرف أي هو الرقم الأكبر يلي التمساح بده ياكله. رح نتابع، عنا 3 1 و 10. 3 1، أي هو الرقم الأكبر؟ خلينا نطلع على مستقيم الأعداد numbers line. عنا 3 1 3، وال1 لورا تنازلي مش تصاعدي، يعني 3 تروح على ال1 بدي ارجع لورا، معناتها 3 هي أكبر من ال1، يعني التمساح رح ياكل نمبر 3 ورح يبرم ظهره لنمبر 1 لأنه نمبر 1 هو أصغر. ما تنسوا تمه للتمساح، وهيدي الإشارة يلي بتعلمنا إنه يلي بتدلنا إنه 3 هي أكبر من 1. نتابع، عنا 1 و10، أي هو الرقم الأكبر؟ 1 أو 10؟ طلعوا على مستقيم الأعداد 1 و10، أي هو الأكبر؟ فإذا 10 أكيد لأنه ال 1 هون وطلعنا على ال 10، فإذا التمساح لازم ياكل نمبر 10 ورح نحط هيدي الإشارة. نتابع 12 5 و19 12 و5، أي هي أكبر؟ أكيد 12 لأنه 12 تتذكروا من بعد ال 10 بنصير عنا دايما رقمين 1 وحدة 2 1 وحدة 3 ل 13 1 وحدة 4، يعني دغري لما نشوف 5 و12 رح نعرف إنه 12 هي الأكبر. خلينا نتأكد على مستقيم الأعداد 5 هي هون، شوفوا قديش رح نقرب لنوصل على 12، يعني 12 هي الأكبر. فإذا لكم التمساح شو رح ياكل؟ رح ياكل نمبر 12 مش نمبر 5 و19 5 هي هون، وشوفوا ال 19 هي وين؟ رح نمشي لنوصل على تقريبا اخر مستقيم الاعداد وال 19 هون، يعني ال 19 هي الاكبر والتمساح رح ياكل نمبر 19. نتابع 10 18 و16، رح نبدا باول رقمين 10 و18. شوفوا نمبر 10 هون وال 18 عم نكمل صعودا، يعني العد التصاعدي لنوصل على ال 18، يعني ال 18 هي الأكبر من 10، وأكيد التمساح رح ياكل ال 18. ما ننسى نرسم الإشارة. وبعدين في عنا الرقم الباقي يلي هو بين 18 و 16، شوفوا وين ال 18 وصلنا له، 16 عم نرجع لورا، يعني ال 18 هي أكبر من 16، كمان التمساح رح ياكل 18. وهيك منشوف هيدي العلامة يلي منستخدمها حتى نفرجي الرقم الأكبر كيف تمه للتمساح رح ياكل الرقم الأكبر. شفنا تمه للتمساح مرات بيفتح بهيدا الاتجاه، مرات بيفتح بهيدا الاتجاه حسب أي رقم هو الأكبر. رح اكتب
أول وحدة باللغة العربية لحتى فرجيكم كيف، والباقيين رح أطلب منكم أنتوا تكتبون عندكم. هي نفس الفكرة بس باللغة العربية، نبدأ من اليمين إلى اليسار، يعني رح أحط 2 6 و7 ورح نفكر بذات الطريقة أي هو الرقم الأكبر، 2 أم 6؟ 2 هي أصغر من 6، يعني التمساح رح يأكل، رح أستخدم لون آخر، يعني التمساح رح يأكل الرقم الأكبر. بعدين 6 و7، أي هو الرقم الأكبر؟ منقول نحن 6 7، يعني كمان التمساح رح يأكل الرقم 7 لأنه هو الرقم الأكبر. ونفس الشيء مع باقي الأرقام، اكتبون عندكم بخط حلو باللغتين الإنجليزية والعربية، وما تنسوا إشارة تمو للتمساح يلي رح تاكل الرقم الأكبر، وخليكن معي لأنه رح يكون في عنا تمارين أكتر حول نفس الموضوع. وهلأ رح نتابع مع التمرين على اللوح، وهيدا التمرين هو عبارة عن لعبة بديكن أنتو تساعدوني فيها. رح اكتب على اللوح أرقام ورح نشوف أنا وياكن أي رقم هو الأكبر. بكل مستطيل رح اكتب رقمين 3 2، وهون بالنص رح نشوف أي إشارة لازم نحط على الرقم الأكبر. كمان أرقام تانية 10 11، فيفتين 12 20 و19. باللون الأخضر بدنا نعمل هلأ الإشارة الصحيحة، وما تنسوا إنه هيدي الإشارة يلي بدنا نرسمها هي بتشبه تمو للتمساح، وتمو للتمساح بيفتح ليأكل الرقم الأكبر. 3 و2، 3 2 لورا، يعني الثري هي أكبر، فإذا التمو للتمساح لازم يفتح ليأكل الثري، ومنرسم الإشارة بهيدا الشكل. 10 و11، خلينا نشوف الأرقام على مستقيم الأعداد. 10 11، طلعنا معناتها الـ 11 هي أكبر، فإذا تمو للتمساح بده يفتح صوب الـ 11 تياكلها، والإشارة تجي بهيدا الشكل مختلفة. شفتوا هون مفتوحة لهيدا الاتجاه، هون مفتوحة للاتجاه المعاكس، لأنه الرقم الأكبر هو هون بينما الرقم الأكبر هو من هيدا الجهة. نتابع 15 12، طلعوا على مستقيم الأعداد 15، وين الـ 12؟ ورا، بدي أرجع لورا، وهالشي بيقلنا أنه الـ 15 هي أكبر من 12، يعني 15 أكبر من 12، يعني تمو للتمساح بده يأكل الـ 15، والإشارة بتجي بهيدا الشكل. نتابع 20 19، 20 هي آخر مستقيم الأعداد 19، رجعنا خطوة لورا، إذا 20 هي الأكبر وتمه للتمساح بده يجي تياكل الـ 20، والإشارة بدها تكون بهيدا الشكل. هلأ صار عنا عدة إشارات وعدة أرقام أكبر من الثانية، رح نحاول نوصلها بالتمساح الصحيح يلي فاتحة تمه لهيديك الجهة، رح نوصلها بالتمساح اللي فاتح تمه لهيديك الجهة، والعكس يلي فاتحة تمه صوبي أنا رح نوصلها بالتمساح يلي فاتح تمه صوبي. شوفوا يعني الإشارة المشابهة، ركزوا كتير منيح، رح استخدم اللون الأحمر. هيدي الإشارة فاتحة تمه صوبي، يعني كأنه التمساح فاتح تمه وجاي لعندي، وبتشبه هيدا التمساح اللي فاتح تمه وجاي لعندي، فرح أوصلهم بخط. هيدي الإشارة هي بالعكس، التمساح اللي رايح فاتح تمه
ورايح لهونيك بتشبه هيدا التمساح. رح أوصلها بهيدا التمساح بخط. الإشارة اللي بعدها، الأرقام اللي بعدها كمان مثل أول وحدة، انتبهوا، نفس الإشارة. التمساح فاتح تمه لعندي وجاي لعندي كأنه مثل هيدا التمساح. رح نوصلها بخط، وآخر وحدة كمان بتشبه اللي قبلها، رح نوصلها بنفس التمساح يلي فاتح تمه بهيدا الشكل. فإذا دايما لازم نتذكر إنه التمساح بيفتح تمه تياكل الرقم الأكبر. ليش؟ لأنه التمساح جائع، التمساح جائع، عم عم عم. جربوا كرروا معي هالأغنية، التمساح جائع، التمساح جائع، عم عم عم. هذا هو تمساح الأرقام، يأكل الرقم الأكبر. هذا هو تمساح الأرقام، لا يأبه بالرقم الأصغر. وعا تنسوا هالأغنية، وهلأ رح نسمعها مع الموسيقى، ومن بعدها منتابع حصتنا. التمساح جائع، التمساح جائع، عم عم عم. التمساح جائع، التمساح جائع، عم عم عم. هذا هو تمساح الأرقام، يأكل الرقم الأكبر. هذا هو تمساح الأرقام، لا يأبه بالرقم الأصغر. التمساح جائع، التمساح جائع، عم عم عم. التمساح جائع، التمساح جائع، عم عم عم. هل التمساح رح ياكل هيدا الرقم ام هيدا الرقم؟ هيدا الرقم مزبوط، لأنه الرقم الأكبر. هل التمساح رح ياكل هيدا الرقم ام هيدا الرقم؟ هيدا الرقم مزبوط، لأنه الرقم الأكبر. هل التمساح رح ياكل هيدا الرقم ام هيدا الرقم؟ هيدا الرقم مزبوط، لأن الرقم الأكبر. وهلأ رح نكون مع آخر فقرة لحصتنا لليوم. رح خبركن بهالفقرة معلومة مهمة، فتحوا دينيكن وعيونكن تتشوفوها وتسمعوها منيح. وهيدا المعلومة هي عن حيوان كتير كتير كبير، أكبر من التمساح، وهو الفيل. Elephant، فيل. هيدا الفيل هو مثل ما قلت لكم، هو أكبر حيوان من يلي بيعيشوا على الأرض، كتير كبير. وعنده خرطوم، يعني هو المنخار تبعوله، الأنف تبعوله، بس هو على شكل خرطوم، بيقدر يستخدمه بعدة طرق. وهيدا الخرطوم بخليه إنه يقدر يحس الحرارة تبع أي شيء، وحتى الحجم أو الشكل. يعني بيقدر لما يلف الخرطوم تبعوله على الغرض، على الشيء، بيقدر يحس شو هو شكله وشو هو حجمه وشو هي حرارته. الفيل لازم يشرب بالنهار 210 لتر ماء، يعني كتير 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 من الماء بيوم واحد. يعني هو بحاجة إنه يكون عايش بمكان فيه كتير ماء لحتى يقدر يشرب. وكمان الفيل مع انه هو كتير كبير، بس هو بخاف من الفارة. هيدا الفيل اللي كتير ضخم وكبير بخاف من الفارة. تذكروا هالمعلومات عن الفيل، حتى تتذكروها رح علمكن كيف ممكن نعمل فيل بهيدا الشكل بطريقة كتير بسيطة من الكرتون. انتو بحاجة
لكرتوني أنا نقيت لون أزرق بهيدا الشكل، وأنا طويته على النص كأنه هيك فينا نوقفها، لأنه بعدين الفيل رح نرجع نوقفه لحتى يوقف هيك، بحاجة نحن لكرتونة نطويها بالنص حتى نقدر نوقفها. بعدين عليها رح نرسم شكل فيل، بس بدي نبهكن على شغلة، هي إنه الجهة اللي فوق لحتى نقدر نوقف هالكرتونة، هيدي الجهة ما لازم نقصها أبداً، لازم نخليها متصلة ببعضها حتى نقدر نوقف الفيل بهيدا الشكل. هلا أنا عم برسمه إجريه، عم برسم له الخرطوم، صار عندي شكل الفيل، وهلا رح قصهم، بس بدي انتبه ما قص هيدي الجهة لحتى اقدر ضلني واقفه للفيل من الجهتين. اكيد بدي اياكم تطلبوا مساعدة حدا كبير، لانه المقص ممكن انه يأذينا. بقص بس على الخطوط الخارجية، فيني قص شوي من هون بس ما لازم قص من النص، فإذا من فوق ننتبه ما نقص من الوسط. والفيل كمان في شي بيميزه انه هو عنده دينين كبار، يعني إذا أنا رسمت هلأ هيك الفيل بس وحطيت له عين، رح حط له عين، بضل هيدا الفيل ناقص لأنه هو كمان عنده دينتين كبار. كرمال هيك رح استخدم الكرتون الزايدة بهيدا الشكل ولزقها تأعملها دينته من الجهتين. هيدي أول دينة، وهيدي ثاني دينة من الجهة المقابلة، وأكيد كمان فيني ارسم له عين من ثاني ميل، حتى إذا برمته على هيدا الاتجاه أو بالاتجاه الآخر فيني أشوف شكله للفيل. عملوه أنتو كمان وتذكروا انه هيدا الفيل هو اكبر حيوان، بذات الوقت بخاف من الفارة الصغيرة، وما تنسوا كمان انه هو حيوان بيشرب كتير كتير مي، وتذكروا دايما هالمعلومات، واذا شي مرة شفتوا فيل هربوا لانه هو كتير كبير. ارسموه عندكم واعملوا هيدي، وضلكم دايما تتابعوا كل المعلومات اللي رح نعلمكم اياها. وهلأ صار الوقت حتى تخلص حصتنا لليوم، بدي ودعكم وبرجع بلتقي فيكم بحصة جديدة، بس قبل ما ودعكم رح نسمع للأغنية مع بعض، ومن بعدها بقلكم باي. دائرة كبيرة دائرة صغيرة، مربع كبير مربع صغير، الأشكال لها أحجام متنوعة، الأغراض لها أحجام متعددة. دائرة كبيرة دائرة صغيرة، مربع كبير مربع صغير، الأشكال لها أحجام متنوعة، الأغراض لها أحجام متعددة.